بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير والصحة والسلامة. محاضرة اليوم موضوعها دمج المراسلات. طبعا دمج المراسلات جاءت لحل مشكلة كنا نعاني منها كثيرا، ولتوضيح ذلك مثال: مدرسة تحتوي على عدد كبير من الطلاب، هاي المدرسة تصدر في نهاية كل فصل شهادة تقدير للطلاب المتفوقين. في هاي الحالة كانت المدرسة شو تعمل؟ تعمل شهادة التقدير زي ما انتو شايفينها قدامكم، تصممها وكل شي تمام، وبعدين تدخل اسم كل طالب على حدة، مثلا سحى، طالبة سحى اللي بالصف الأول اللي معدلها مثلا 95، وبتقوم بعملية طباعة طبعا، وتعيد هاي العملية بعدد الطلاب المتفوقين. تخيل المدرسة فيها 20 طالب، كم وقت راح يستغرق هاي العملية؟ بلاش 20 طالب، 50 طالب متفوق، 90 طالب متفوق. فطبعا هاي مشكلة كبيرة تاخد وقت وجهد، بالإضافة إلى احتمالية الخطأ في إدخال البيانات في شهادة التقدير. إذا دمج المراسلات حلت المشكلة على النحو الآتي. نلاحظ هنا عندي ملف وورد يحتوي على بيانات الطلاب، وملف آخر يحتوي على نموذج شهادة التقدير. عن طريق ربط ملف الطلاب بعملية بسيطة ببطاقة التهنئة، يتم تكوين ملف آخر إن هو ناتج من عملية دمج الملفين، ملف البيانات في نموذج شهادة التهنئة، ينتج ملف آخر يحتوي على شهادات تقدير بعدد الطلاب الموجودين في ملف البيانات. لاحظوا فإن العملية جدا بسيطة، أنا فقط أحتاج ملف البيانات، طبعا ممكن ملف البيانات هو عبارة عن جدول، ممكن جدول يكون ملف وورد وممكن يكون ملف إكسل، مش مشكلة. طبعا أنا بحتاج فقط لملفين، ملف البيانات والملف اللي في النموذج، سواء بطاقة تهنئة، شهادة طلاب، بطاقة دعوة لحضور مثلا مؤتمر. فكما تلاحظون العملية جدا بسيطة، والآن سننتقل إلى التطبيق العملي. لاحظوا عندي شهادة التقدير تم تصميمها وجاهزة ومخزنة في الجهاز، وكذلك عندي ملف البيانات. لاحظوا هذا الملف عبارة عن جدول مصمم بالوورد، بيحتوي على بيانات كافة الطلبة بالمدرسة، طبعا بتحتوي على اسم الطالب ورقم تليفونه والصف والمعدل. عندي معدلات مختلفة للطلاب، عندي علامات بالستينات، بالثمانينات، موزعة بالخمسينات. أوكي. طبعا كيف بدي أعمل الدمج بين الملفين؟ أولا بفتح ملف شهادة التقدير النموذج، ثم أقوم بربطه بملف البيانات من قائمة مراسلات. أتوجه إلى تحديد المستلمين، استخدام القائمة الموجودة، طبعا بفتح ملف البيانات اللي مخزن عندي مسبقا، موجود
داخل دمج المراسلات، مجلد اسمه دمج المراسلات، الملف اسمه بيانات الطلاب، بختاره، بعمل فتح. هيك أنا ربطت ملف البيانات بشهادة التقدير. طبعا بعد عملية الربط ننتقل إلى إدراج حق الدمج. افتحوا بنلاحظ إيش ظهور عناوين الحقول للجدول، اسم الطالب، التليفون، الصف، المعدل. طبعا بسحب كل معلومة أو كل حقل في المكان المناسب في شهادة التقدير. خلينا نبلش. مثلا خلينا نقرأ الجملة أو رسالة التقدير. يسر إدارة مدرسة الصمود الابتدائية أن تهنئ الطالبة. طبعا أنا هنا بدي يظهر اسم الطالب، فبحط المؤشر في المكان اللي بدي يظهر فيه اسم الطالب، وبروح على إدراج حقل الدمج وبحط اسم الطالب. نزل معايا. طيب بالصف بدي يتبع اسم صف الطالب، نفس الطريقة، إدراج حقل الدمج، الصف، لتفوقها وحصولها على معدل. وكمان هان بدي معدل الطالب بنفس الطريقة، إدراج حقل الدمج، وبختار المعدل. طبعا هيك صار أنا عندي حقول الدمج موجودة في أماكنها المضبوطة. قبل ما أجري عملية الدمج بدي أطلع على الداتا اللي قمت بربطها مع النموذج عن طريق تحرير قائمة المستلمين. لاحظوا هاي هي كل البيانات الموجودة في الجدول. لو أنزل أطلع، طبعا أنا ما بدي كل هاي البيانات تظهر عندي كنتيجة للدمج، يعني أنا ما بدي أعمل كتب تهنئة أو أبعت الشكر لكل الطلبة، أنا بدي فقط للطلاب المتفوقين. فكيف أستثني بقية الطلبة؟ بختار إشي اسمه عامل تصفية. عامل تصفية بسمح لي أختار مين الطلاب اللي بدي أنا أعرضهم في نموذج التهنئة. بختار عامل التصفية، وفي عندي تصفية السجلات وفي عندي فرد السجلات. خلينا في تصفية السجلات. تصفية يعني اختار مجموعة من السجلات التي تتوافق مع شرط معين. طبعا أنا بدي الطلاب المتفوقين. من هم الطلاب المتفوقين؟ اللي معدلهم 90 فما فوق. فأنا الشرط راح يكون على معدل الطالب، فبختار الحقل اللي بدي يكون عليه الشرط اللي هو المعدل. بدي أنا عملية المقارنة مع 90. أنا بدي كل الطلاب اللي علاماتهم أعلى أو تساوي 90، فبختار أكبر من أو يساوي. يساوي كم؟ يساوي 90. وبعمل موافق. لاحظوا فقد تبقى لدي من الطلاب المتفوقين الذين علاماتهم 90 فما فوق. لاحظوا البيانات. طيب على فرض أنا بدي عند الطباعة يكون البيانات أو الكروت المطبوعة مرتبة حسب المعدل، يعني بدي الكرت الأول يكون على العلامة والثاني الأقل وهيك تنازلي. فبدي أرتب هاي البيانات أو علامات الطلاب حسب علاماتهم تنازلي من الكبير للصغير. فبروح على فرز، وفرز حسب بحكي المعدل. ما بدي تصاعدي، بدي تنازلي، الأعلى فالأقل فالأقل. وبعمل موافق. نلاحظ
العلامات ترتبت تنازليا، عندي أعلى إشي سناء. أوكي، هيك أنا هاي هي القائمة اللي مطلوبة من أسماء الطلاب المتفوقين، بالتالي بعمل موافق، ثم بقوم بآخر عملية اللي هي إنهاء الدمج، وبختار تحرير المستندات المفردة، وبختار يدمج لي كل البيانات اللي ظهرت معي، وبعمل موافق. سنلاحظ فتح صفحة جديدة مكون من 10 صفحات، كل صفحة بتمثل شهادة تقدير لطالب واحد. لاحظوا كيف شهادات التقدير اترتبت من الأعلى علامة سناء 97 إلى الأقل ننزل 96 94 وتواليك. هلأ في معايا طريقتين، يا إما بطبع الملف الأمامي مباشرة وهيك بتكون الكروت مطبوعة وجاهزة، أو بخزنة للطباعة في وقت لاحق. أنا بدي أخزن الملف، فبعمل له حفظ وبسميه بطاقة تهنئة مدموج، وبعمل حفظ، وهيك بننهي المحاضرة. عفوا تذكرت، لقد وضعت لكم ملفين أسفل الفيديو لملف البيانات وملف البطاقة، نموذج البطاقة، حتى يسهل عليكم عملية التطبيق. وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.